مع تفاقم معدلات الفقر في تونس والتي ناهزت 20% في ظل وجود ما لا يقل عن 300 ألف تونسي يرزح تحت خط الفقر وارتفاع مسجل في عدد العاطلين عن العمل وتراجع المقدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية محدودة الدخل، يطرح الشارع تساؤلات عن تغيرات المشهد العام بعد الانتخابات وصعود قيس سعيد لرئاسة البلاد في خطوة يرى كثيرون أنها كانت عقابية لفشل المنظومة السياسية السابقة، ويأمل التونسيون في أن يتمكن رئيسهم الجديد من وضع مبادرات لمساعدتهم اجتماعيا واقتصاديا ومكافحة الفساد عبر وضع قوانين جديدة. هو كرئيس الجمهورية ضامن للدستور وضامن لحقوق الناس، عليه أن يكون مثاله أن يكون هو جبهة التصدي الأولى للفساد وأن يكون هو المثال لمؤسسة الدولة حتى تكافح الفساد. هناك أيضا تحدي آخر في علاقة بالسياسة الخارجية، يعني هل ستحافظ تونس على التمشي الدبلوماسي الحالي بتاعها أم ستغيره. هناك أيضا يعني ملف شائك آخر هو المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وكيف سيتصرف معها. وعلى صعيد آخر تنتظر سعيد ملفات حارقة أهمها المحافظة على مناخ الحريات العامة وحريات الصحافة والنشر ومزيد تطويرها، علاوة على وضع الاستراتيجيات الأمنية لمكافحة الإرهاب وهيكلة العلاقات الخارجية والمساهمة في وضع تشريعات حقوقية جديدة. المطلوب من قيس سعيد يكون ضامن الحريات، ضامن بالفعل، يعني ما يزين من الأقوال، يعني حتى في القول يعني لازم يكون أكثر صرامة. اليوم إذا صار اعتداء على الصحفيين هناك قانون عليه أن يطبق، مطلوب منه يبعد علينا الخطاب الشعبوية، مطلوب من رئيس الجمهورية يكون هو رئيس جمهورية كل التونس، مطلوب منه أيضا رسالة طمأنة للصحفي. وقيس سعيد الذي حظي بدعم شعبي قياسي رجل قانون قادته مدارج الجامعة إلى قصر قرطاج عبر مساندة الشباب الذي يعلق عليه آمالا كبيرة للنهوض بواقعه. برغم صلاحياته المحدودة والمضمنة في الدستور إلا أن عديد الملفات الكبرى والحارقة بانتظار رؤية جديدة من الرئيس المنتخب قيس سعيد والذي يحظى بشعبية هامة خاصة من فئة الشباب، ليبقى التونسيون بانتظار ما سيقدمه رئيسهم الجديد من حلول لمختلف الأزمات. نجلاء بخريس، الغد، تونس.